السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم رحيق الفن. إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن حال، ويا رب نتجمع دايما على الخير. النهاردة أنا حبيت نتكلم عن الألوان الخشبية، خاصة عايزين نتكلم عن أنواعها وإيه مميزاتها وإيه الأفضل فيها وإزاي نستخدمها. حاجات كتير حبيت أتكلم عنها بحيث إن إحنا يعني نكون فاهمين أكتر ازاي هي الالوان نشتغل بيها وايه امكانياتها وايه الافضل من انواع فيها وهكذا. فطبعا احنا عندنا زي ما احنا شايفين يعني الالوان فيها انواع كتيرة جدا الخشبية، افضلها على يعني كسعر وكخامة هي الفيبر كاسل. الفيبر كاسل وبعدين الروكو، وبعدين في تاني انواع تانية كتير زي البريزما، طبعا زي الفيبر كاسل طبعا اللي هي البولي كرومر، وطبعا الحاجات دي اسعارها غالية شوية. لكن احنا كمبتدئين او كهواة، يعني لسه انت في مرحلة انت بتبتدي وبتجرب، ما ينفعش تشتري مثلا البريزما او البولي كرومر، طبعا تبقى غالية جدا، فمش منطقي جدا خالص انك تشتري الانواع دي. طب ايه هي الانواع المتاحة سعرها كويس بالنسبة لامكانياتها؟ طبعا هي الافضل الفيبر كاسل اللي احنا شايفينها دي كصناعة، يعني دي لو احنا جينا شفناها هنلاقي مثلا هنا ميدن برازيل، يعني في البرازيل، لكن هي اصلها ايه؟ الماني. يعني في منها اندونيسي زي دي كده، زي دي كده، صناعتها فين؟ في اندونيسيا، تمام. فطبعا انا اول ما جبت الالوان دي طبعا من سنين كانت كلها الماني، يعني صناعتها اصلا الماني، تصنع في المانيا. دلوقتي زي ما انتم شايفين بتصنع في اندونيسيا وبتصنع في ماليزيا، لكن الشركة الام هي في المانيا، تمام. طيب احنا قلنا ان هي كويسة الالوان دي، وبرضو الروكو دي كويسة، برضو الروكو بس تصنعها فيتنامي، في فيتنام، برضو الوانها كويسة مش وحشة، لكن طبعا انا بفضل عنها الفيبر كاسل. الفيبر كاسل طبعا في منها نوعين، في نوع بيكون مائي زي ما احنا شايفين كده، وفي نوع تاني بيكون ايه؟ غير مائي، اللي هو الكلاسيك. يبقى دوت فيبر كاسل مائي خشبي، ودوت فيبر كاسل اللي هو الكلاسيك اللي غير مائي. طب انا اعرفهم ازاي لو انا مش عارف؟ اول حاجة هتلاقي هنا في المائي عليه هنا فرشة زي ما انت شايف، ده معناه ان هي ايه؟ الوان مائية. بداخلها طبعا كمان في فرشة، يعني لو جينا نشوف الفرشة بتاعتها اهي، جواها فرشة اهي، خلاص. بالنسبة هنا اللي هي الغير مائية ما عليهاش الفرشة دي ولا جواها فرشة. طب في حاجة تانية كمان، المنظر المرسوم هنا، قارنوا كده ما بين الاتنين، الالوان دي والالوان دي، طريقة التلوين. ها نلاحظ هنا ايه؟ الالوان هنا اسلوبها هو تأثيرها تأثير الالوان المائية زي الاكريليك والووتر كالر وهكذا، اما هنا تاثيرها باين فيه الايه؟ الاقلام الخشبيه، ملمسها ملمس القلم الخشبي مش ملمس الفرشه. واضح كده يا جماعه الفرق؟ وهوريه لكم برده دلوقتي وهنشوفه مع بعض. برده الالوان الروكو في منها برده زي ما انتم عايزين اللي هو الخشب المائي والخشب الكلاسيك. طيب كمان في حاجة بالنسبة للألوان، طبعا دي في منها ال 12 لون، وفي منها ال 24 لون، في منها 36 لون، وكذلك في الروكو وهكذا زي ما انت عايز. طبعا كتر الدرجات دي طبعا بيبقى كويس بالنسبة للمبتدئين وللمحترفين كمان، لأنه بيبقى عندك درجات كتيرة جدا. مع ان انا بقول ان يعني ان الانسان يعني الماهر او اللي هو يقدر يتحكم في القلم ممكن يطلع منه درجات كتيرة جدا باستخدام مهارته بأقل الألوان، مش لازم الألوان تكون غالية. يعني ايه مميزات الأقلام اللي هي الفيبر كاسل دي؟ ايه هي مميزاتها بالظبط؟ طبعا في حاجة عايز اقولها لكم، اللي هي الفيبر كاسل المائية معاها غطيين، غطا اهو زي ما انتم شايفين علشان نحط فيه المية ونبدأ نشتغل من خلالها بالفرشة مع الأقلام نفسها اللي جوه دي، اللي هي اصلا مخصصة وفيها خاصية الذوبان في الماء، وغطا بيبقى موجود تحت علشان نغطي بيه الالوان، او العكس يعني، والغطا اللي هو الايه بتاع التلوين يبقى تحت كده. الالوان دي طبعا هي ميزتها في ان هي كفيبر كاسل
بتكون طرية جدا. سن القلم دوت بيكون ناعم وطري. يعني انا اول ما اشتغلت بيها حسيت بفرق كبير جدا، الكلام طبعا من سنين، ما كانش لسه الالوان دي طلعت، فلما استخدمتها لقيت فيها يعني حاجة حلوة قوي، بتخليني اعمل درجة او بتعمل لك زي طبقة على المساحة اللي انت بتلونها. ليه؟ لانها بتغطي الورقة، بتغطيها بشكل كامل، فتحس فيها انك عملت طبق من الالوان على الايه الورقة نفسها. دوت بيرجع لايه؟ بيرجع لنعومة القلم او الخامة نفسها، بتكون ناعمة وبتكون طرية، فبالتالي بمجرد ما بتمشي على الكراسة او على الورقة وتلون تملى المساحة فورا، وبتكون واضحة وقوية وممتازة جدا، ما بتحتاجش منك مجهود في انك تضغط على اللون علشان يطلع اللون معاك قوي او يطلع معاك واضح ابدا. دي بمجرد ما بتشتغل بيها هي من نعومتها ومن طريانها بتخلي المساحة بتملي معاك واللون واضح وقوي كويس جدا جدا جدا. البريزما طبعا بتكون دي غالية جدا، وحتى يعني من اشهر الفنانات اللي على مستوى العالم بيستخدموها، اللي هي زي هيزر روني، بتستخدم وبتفضل النوع دوت مع نوع تاني اسمه فيبر كاسل، اللي هو الايه بولي كرومر اللي قلنا عليه من شويه. طبعا البولي كرومر اغلى، هو برضه فيبر كاسل بس اغلى بكتير كمان حتى من البريزما. في بعض الفنانين بيفضلوه زي هيزر روني، دي بتفضله جدا اللي هو البريزما، وبتشتغل معاه في البولي كرومر. ولكن احنا ما يهمناش طبعا الكلام ده، احنا زي ما قلت لكم في البدايه تجيبوا الالوان دي، واحنا لما تشتغل بمهارتك وبقدراتك بتقدر تطلع من الالوان دي، الالوان دي كويسه جدا ومش وحشه وامكانياتها عاليه برضو، تقدر تطلع منها اللي انت عاوزه كله. طيب النهارده احنا عايزين نعرف الفرق ما بين الالوان اللي هي الفيبر كاسل المائيه والفيبر كاسل اللي هي الكلاسيكيه، يعني ازاي نفضل ما بينهم. طبعا الموضوع التفضيل مش ان انا يعني عاوز او بحب اللون الخشبي وما بحبش اللون المائي، الفكره مش في كده، الفكره هي في ايه؟ الفكره في ان انا مثلا كفنان بحب مثلا اعمل لوحتي بالتأثير المائي دوت، بحب الالوان المائيه، بلون بالالوان المائيه، ما بحبش الالوان الخشبيه. ليه؟ طيب طبعا الالوان الخشبيه هي مع انها برضو جميله وممتازه، لكن قيمتها اللونيه مش عالية قوي، مش زي الألوان مثلا اللي هي المائية أو زي الألوان الأكريليك ودي، لأ طبعا الألوان الأكريليك والألوان الزيتية والكلام ده كله بيبقى فيه قيمة لونية عالية، قيمة لونية يعني بتلاقيه واضح جدا، بتلاقيه قوي، اللون قوي، اللون بيور، لون درجة اللون بتاعته زاهية. أما الألوان الخشبية العادية طبعا متكونش بنفس الإيه؟ القيمة اللونية دي. وبالتالي فالميزة هنا بترجع لك انت، انت عاوز تشتغل بايه؟ انت عايز تأثيرك في اللوحة بيكون ايه؟ مائي ولا عادي؟ فالانسان او الفنان اللي بيحب يشتغل لوحاته مائية وبيحب يشتغل بالالوان المائية، خلاص هي الالوان دي كده تعتبر زي الالوان المائية، بمجرد ما تشتغل بيها وتعمل الظل والنور بتاعك وتعمل التجسيم كويس، خلاص بتحولها بعد كده بالفرشة والمية الى الوان مائية. اما طبعا الالوان اللي هي الخشبية العادية دي عمرها ما هتديك التأثير ده خالص، دي هتديك التأثير العادي بتاع الالوان الخشبية العادية اللي احنا شايفينه هنا ده كده في الايه في اللوحة، سن القلم واضح او تأثير القلم واضح، ابدا مش تأثير فرشة. تمام، في ناس بقى طبعا بتحب تشتغل بالالوان المائية لكن صعب عليها ان هي تتحكم في الفرشة والالوان المائية، صعب انها تتحكم في تسريح اللون، في دمج اللون، صعب انها تبدا تعمل تدريج وتداخل، مش هتحكم الفرشه قوي. فدي طبعا الالوان دي قدمت لك ميزه كويسه جدا انك هتقدر بعد كده تستخدم الالوان دي كالوان خشبيه مبدئيا في التلوين، وبعد كده تستخدم الميه والفرشه في تحويلها الى الوان مائيه. يبقى انت كده حققت، يعني ضربت عصفورين بحجر، حققت ايه؟ حققت شغلك وعملته كويس جدا، وفي نفس الوقت حققت التأثير المائي في اللوحة بتاعتك. طبعا الالوان دي من جوه بيبقى مرسوم عليها فرشة زي ما انتم شايفين، دي معناها ان هي الوان ايه؟ الوان مائي، يبقى ده مائي وده غير مائي، هما الاتنين الوان خشبية لكن ده مائي وده غير مائي. وعرفنا احنا امتى نختار ده وامتى نختار ده، نختار دوت لما اكون انا عايز اعمل بالوان مائية ومش قادر ان انا استخدم الالوان المائيه مباشره، فاستخدم الالوان الخشبيه المائيه فهتديني نفس التاثير. طيب لو حابب اشتغل بس بالالوان الخشبيه فخلاص مالكش دعوه بالالوان المائيه دي خالص، ما تشتغلش بيها. ويلا نعمل تجربه دلوقتي على استخدام الالوان دي. جهزت هنا الميه اهو في الغطا، وجهزت الالوان اللي هشتغل بيها، بس منها واحد مائي وواحد غير مائي. الماء اهو شايفين العلامه بتاعته، هي الفرشه، وده غير مائي.
يعني اوريكم ملمسها دلوقتي. هنبدأ بالعادي طبعا، خلاص العادي زي ما بقول لكم الالوان دي جميلة جدا وممتازة جدا. شايفين اللون برضو قوي ازاي؟ يعني مش ضعيف زي الالوان اللي هي الايه الرديئة، لا النوع ده كويس جدا وبيتقفل المسافات بتاعة الكراسة، مع ان الكراسة دي لها ملمس يعني خشنة مش ناعمة، لو ناعمة مش هتشوف اي حاجة خالص في الورقة. اما هنا مع ان هي لها ملمس خشن شوية، ولكن برضو القلم قادر على انه ايه يسيح اللون في المساحة كلها زي ما انت شايف بسهولة، لا بضغط ولا حاجة. طبعا دوت غير مائي، اللي عاوز بقى يعمل نفس الحكاية كده بس التأثير يكون مائي ويحس ان هو شكله فعلا مائي، خلاص بنعمل نفس الايه الحكاية. وان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني وناخد فيه تصميم كده بسيط، نرسم فيه تصميم صغير وعلمكم ازاي تشتغلوا بالالوان الخشبية المائية وتتحكموا فيها وتطلعوا نتائج كويسة ان شاء الله. برضو من مميزات المائي دوت ان هو بيتقفل كل، خلاص زي ما احنا قلنا هو كأنه الوان مائية، بيقفل بقى خلاص الورق خالص والمساحة اللون هي اللي تبقى باينة وتأثير الفرشة واضح. خدت مية خفيفة خالص اهي بالفرشة وابدأ ايه همشي على المساحة اهي اهو زي ما انتم شايفين كده، شايفين يا جماعة اصبح كده هنا تاتشات الفرشة اصلا باينة معايا اهي، اهو تاتشات الفرشة باينة معايا شايفين كأنه الوان مائية. طبعا دي ميزة كبيرة جدا يعني ومفيدة جدا لكتير من الناس وكتير من الفنانين. ده كان موضوعنا النهاردة، اتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم، وانتظرونا باذن الله في الفيديو اللي هنرسم فيه وناخد فيه نشرح فيه ازاي نلون بالالوان الخشبية المائية. اتمنى تكونوا استفدتم ونتقابل ان شاء الله على خير في فيديو جديد. ما تنسوش تشيروا وتعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.